السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. انا زاهر عدي، بكالوريوس طب وجراحه عامه. اهلا وسهلا بكم باكاديميه القمم الطبيه. بهاي الفيديوهات ان شاء الله راح نشرح ماده الباراسايتولوجي الخاصه بالمرحله الثالثه للطب المستنصريه. اول محاضره اليوم عندنا هي المحاضره الاولى بعنوان Introduction to Parasitology. بهاي المحاضره كانترودكشن راح نعرف some definitions، راح نعرف انه الباراسايتس تنقسم إلى ثلاث أقسام اللي هي الهيلمنتس أو الديدان اللي تنقسم بدورها إلى ثلاث أقسام، والبروتوزوا اللي هي اليونيسيلولر بيينجز أو الكائنات وحيدة الخلية اللي تشتغل شغل باراسايت، والميديكال انتومولوجي اللي هي الحشرات الطبية. طبعا هي يعني الأرثروبويد والأركنويد اللي هي الحشرات اللي يعني مثلا ممكن نقول المايتس الباجز اللي يعني القمل مثلا والبراغيث، وحشرات ممكن تجيكم بالفيلد الطبي إضافة إلى العقارب والسبايدرز اللي هن العناكب أيضا تندرس ضمن مادة الباراسايت. طبعا الاوبجكتيف مالتنا هي انه احنا نعرف الميديكال باراسايتولوجي، نشوف شنو هي الريليشن شيب بين سبيشيز، وانالايز ميثودز اوف ترانسميشن اوف باراسيتيك ديزيزز، راح ايفالويت ذا بريفنتيف ميجرز اوف باراسيتيك ديزيز، وراح نعرف شنو الفاكتورز اللي تسهل الترانسميشن والانفكتيفيتي مال باراسايت. Describe how parasite infections affect communities. Discuss epidemiology. نحكي شوي عن epidemiology. List the phyla, classes of parasites. نحكي شوي كتصنيف و taxonomy. و describe the rules of write the scientific names of each parasite. Define some helminth term. طيب الباراسايتولوجي يا شباب، الباراسايتولوجي هو الساينز العلم اللي deals with the study of parasite من اسمه كمصطلح طبي. The parasite حالها حال الفيروسز، حالها حال البكتيريا، حالها حال الفنجاي belongs to animal kingdom. animal kingdom طبعا علم التصنيف ما صنفوها، التصنيف القديم كان يصنف كبلانتس و انيمالز، اوكي؟ ف يعني ذني خلوهن ويا الانيمالز، لكن هسه يعني اكو تصنيف جديد يعتمد على خمس كينجدومز اللي هي الانيمالز، البروتيستا، البكتيريا، الفانجاي، والبلانتس. لكن احنا هنا راح نعتمد حسب ما حاكي المحاضره المنهجيه مالتكم انه هي عباره عن animals. اوكي، طبعا انت الباراسايتس ما تقدر تصنفها، يعني انت عندك الحشرات مثلا نعتبرها animals، في حين انت البروتوزوا ممكن تعتبرها غير شيء، لكن هنا انا راح نعتبرها كلها كانيمالز. طيب الميديكال باراسايتولوجي، الباراسايتولوجي العلم هذا مال الباراسايتس، اذا نجي نريد ندرس الهيلمنس كلها او نريد ندرس البروتوزوا كلها، يعني علم كلش كبير يحتوي على ملايين السبيشيز، اوكي؟ لكن احنا بدراستنا راح ناخذ بس السبيشيز، راح ناخذ بس الانواع اللي إلها كونتاكت مباشر ويا الهيومن بينج واللي يعني تسوي ديزيز، اوكي؟ فهو deals with parasite which cause human infections and the disease they produce. It include three major groups of animals اللي هن البروتوزوا، لأن الكائنات وحيدة الخلية، أوكي، اللي هي يعني ما تعتبر بكتيريا ولكن تشتغل شغل باراسايت، أوكي، مثل الملاريا أو التوكسوبلازما مثلا. الباراسيتيك هيلمنس اللي هن الورمز أو الديدان بأنواعها طبعا، المجهرية واللي تنشاف بالعين المجردة، والأنثروبودز اللي هي الأرثروبودز العفو اللي هي الحشرات الطبية اللي بوث مباشرة هي تسوي الديزيز، اوكي، مثلا المايت او الباكس او السبايدرز، او اكت از فيكتورز يعني تنقل الباثوجينز، تنقل بكتيريا او تنقل بروتوزوا او تنقل حتى هلمنت مثلا، مثلا الفلايز اللي هو الذباب والموسكيتوز اللي هي الباك يعني باللغة الدارجة. طيب
الباراسايت هو living organism, living organism which depend on a living host. لازم اكو host على مود يعتمد عليه بالنورشمنت والسرفايفل. They multiply or undergo development in the host. Parasite may be simple unicellular اللي سميناه بروتوزوا أو complex multicellular اللي يسموه ميتازوا. ميتازوا. فالباراسايت مثل ما هسه بالسلايدات الجايه راح نحكي عن الريليشنشيب بين سبيشيز، هو يتطلب هو فد ليفينج اورجانيزم يعيش داخل او على ليفينج هوست اللي هو المستقبل او المضيف مالته. اوكي زين، فشويه نرجع الى تعاريف بسيطه. اليوكاريوت، اليوكاريوت هو السيل اللي بيها well defined كروموسوم، يعني الدي ان اي اللي بداخلها، الماده الوراثيه اللي بداخلها، اوكي، النيوكليك اسيد اللي بداخلها هي ترتب على شكل كروموسوم. وهذا هو الفرق بين البروتوزوا والبكتيريا. اوكي، هذا هو الفرق بين البروتوزوا كائن احاد الخليه اللي هي تذكروها كنا ناخذها بالاحياء مثلا الاميبيا اليوغلينا، هذني يعني هن بروتوزوا. اوكي، فهذن يكونون يوكاريوت، يكون بهن الدي ان اي مرتب على شكل كروموسوم، ماشي، بغض النظر عن شكل الكروموسوم. في حين انت البكتيريا تكون بروكاريوت مو يوكاريوت، تكون بروكاريوت، كاذبه الخليه يسموها، يعني مو حقيقيه النواه، العفو، كاذبه النواه. اوكي، اللي يكون بها الدي ان اي متبعثر، يعني مو على شكل كروموسومات مرتبه. اوكي زين، all parasitic organisms are eukaryotes، سواء كانت أحادية الخلية اللي سميناها بروتوزوا مثل السبيشيز اللي اسمه بلازموديوم اللي يسوي لنا مرض اسمه الملاريا، أو الميتازوا اللي هي multicellular مثل الهلمنس وورمز والأرثروبودز اللي هنا مثل التيكس واللايسز اللي هنا يعني القمر. أوكي زين يا شباب، الكرييتشرز خلينا نقول المخلوقات بيناتها اكو فد انتراكشن، اوكي، او علاقه، ريليشن شيب. الريليشن شيب بتوين كرييتشرز تنقسم الى ثلاث اقسام. اول واحد يسموه بريديشن، بريديشن يعني كائن يفترس الثاني، اللي هاي تقريبا هي علاقتنا كبشر باغلب الكائنات البقيه. اوكي، النوع الثاني اسمه كومبيتيشن، اللي هي من عندك اثنين كرييتشرز يتنافسون على نفس السورسز. اوكي، مثلا الحيوانات اللي تاكل نباتات اللي يعني تتغذى على نفس السورسز. اوكي، هاي يسموه كومبيتيشن. كومبيتيشن. النوع الثالث من عندك كائنين اثنين عايشين سويه. اوكي، هذا اسمه سمبيوسيس. سمبيوسيس طبعا دول الكائنين الاثنين لازم يكونون dissimilar organisms، ما يتشابهون. عادة واحد كبير وواحد ثاني عايش عليه او عايش بنصه. اوكي، على مود تتكون علاقة السيمبيوسيس، living together، ماشي، بس هم لازم يكونون dissimilar، يعني مو علاقتك انت بعائلتك هاي يسموه سيمبيوسيس، لا مو هيك يعني. اوكي زين، السيمبيوسيس بدوره راح ينقسم الى ثلاث اقسام. من هذول الكائنين الاثنين اثنيناتهم يستفادون واحد من الثاني. هاي العلاقة راح يسموها ميوتشاليزم. ميوتشاليزم. اوكي، مثال عليه هو البروتوزوا، الكائنات احادية الخلية اللي تعيش بالدايجستيف تراكت اوف تيرمايتس. تيرمايتس اللي هي الارض، الارض تعيش مثلا تعيش بالاشجار. اوكي، فتحتاج انه تهضم السليلوز. اوكي، فالبروتوزوا هي اللي راح تنطيها فد انزيمز تهضم هذا السليلوز. اوكي، فهيك اثنيناتهم استفادوا، التيرمايتس استفادت من الانزيم اللي طلعها البروتوزوا، البروتوزوا حصلت لها فد هوم، خلينا نقول فد مضيف تقعد بيه. اوكي، النوع الثاني اسمه كومنساليزم. كومنساليزم زين، الكومنساليزم معناها انه واحد من ذن الكائنين اللي هو الكبير مستضيف الثاني، الصغير مستفاد لكن الكبير لا متضرر ولا مستفاد. اوكي، وابسط مثال عليه هو النورمال فلورا، البكتيريا وحتى البروتوزوا اللي موجوده داخل جسمنا،
اللي موجودة داخل جسمنا، احنا هسه حاليا لا مستفادين ولا مضررين من اغلبهن. اوكي، يعني اكو نورمال فلورا تفيدنا، يعني عندك 50% من فيتامين كي اللي يفوت جسمك تسوي نورمال فلورا، اللاكتوباسيلاي مثلا يعني تحميك ضد بقية البكتيريا اللي هي باثوجينيك، هاي النورمال فلورا، بس ما وصلت الى مرحلة الميوتشاليزم، يعني احنا مو ما نقدر نعيش بدونه. اوكي، فاحنا تقريبا لا مستفادين ولا مضررين من عنده، هم مستفادين من عندنا، فواحد راح يستفاد واحد لا يستفاد ولا يتضرر، راح يسموها كومنساليزم. زين، العلاقة الثالثة هي انه واحد من عندهم راح يتضرر في حين واحد من عندهم راح يستفاد، راح ياخذ نيوتريانت، راح يعيش على الثاني، هاي يسموها باراسايت، باراسايتزم، تطفل. اوكي، وهذا هو احنا اللي راح نركز عليه بهاي المحاضرات مالتنا وبهاي المادة مالتنا. اوكي، مثلا الهيومن والهوك وورمز اللي هن الديدان يعني الخطافية، يكون بها مثل الخطاف، بها مثل الشنغال، هاي تعيش تحفر وتحصل دم وتحصل نيوترينت، وهاي احنا راح نتأذى، يصير بنا فقر دم من وراء وجودها ووجع بطن وما إلى ذلك. اوكي، فهاي هاي الريليشن شيب يسموها باراسايتزم. زين، الهوست، الهوست هو الاورجانيزم اللي هاربر ذا باراسايت، اللي يعيش بداخله الباراسايت اند بروفايد نيورشمنت اند شلتر تو ليتر اند از ريليتيفلي دائما لارجر ذان ذا باراسايت. زين، الباراسايت وجوده داخل الهوست فشي غير مرحب به، ماشي، فراح يصير بيناتهم انتراكشن مثل المعركه. اوكي، هاي المعركه اللي هي الاميون سيستم مال الهوست مثلا مالتنا ضد الباراسايت راح ينتج عنها اما ديستركشن اوف ذا باراسايت، واحد راح يخسر، اما ديستركشن اوف باراسايت او انفكشن وديزيز، تطلع اعراض على الهوست. اوكي، وممكن الموضوع يتطور ويوصل الى الديث. طيب، التايبس اوف باراسايت، الباراسايت according to the place of living in their host تنقسم إلى قسمين، إكتوباراسايت، إكتو على شو ما نقول إكتوديرم كنا بالإمبريولوجي، إكتو فتشي خارجي. أوكي، فإكتوباراسايت هي اللي inhabit only the body surface، ما تطب لي جوا، وبهاي الحالة without penetration، بهاي الحالة راح نسمي الموضوع مو infection، راح نسميه infestation، infestation يعني استيطان. اوكي، فانفستيشن مثلا اللايس، التكس، والمايت، هو يعني البراغيث والقمر وهذا السوالف. اوكي، تعيش برا، تعيش على الشعر، على الجلد، ماشي، ما راح تفوت لي جوا. على العكس، الانتوباراسايت اللي راح تدخل الى داخل السيستمز مال الجسم، مثلا الملاريا، الملاريا تتواجد داخل البلود ستريم، داخل الار بي سي. اوكي، اول شيء تروح للليفر، وراها تروح للبلاد سترين، فهي داخله اندو، اوكي، داخليه. والجياردية اللي هي موجوده داخل الالمنتري تراكت او الجي اي تي مالتنا. طيب، according to their dependence on their host، اكو شيء اسمه obligate parasite، obligate parasite، هذول الobligate parasite ما يقدر يعيش، ما يقدر يعيش إذا ما موجود الهوست، يعني بنطلعها خارج الهوست وتشمرها ما تطول لها كم يوم وتموت. أوكي، هاي يسموها obligate parasite، تحتاج obligatory، تحتاج هوست، ماشي. فمثل التوكسوبلازما جوندي اللي هذا هو داء القطط، والبلازموديوم اللي حكينا يسوي الملاريا. طيب، النوع الثاني اسمه facultative parasite، هذا شنو؟ هذا عنده القابلية انه يعيش كفري ليفينج بدون هوست. اوكي، تحت ظروف معينة، تحت ظروف معينة، في حال هاي الظروف صارت مو زينة، مثلا هو يعيش بالتربة. اوكي، مثلا التربة مثلا امطار هواية، مي هواية، وما يقدر يعيش بيها، يجي شي يسوي، يقوم يدور على هوست. اوكي، فيعيش هنا او يعيش هنا حسب الظروف، ماشي. هو organism which may either live as a parasitic form داخل host أو a free living form، living a free living form. أوكي، وطبعا المثال عليه بالحلول مع نهاية المحاضرة.
فري ليفينج باراسايت، فري ليفينج باراسايت. طبعا هذا هذان الاثنيناتهم يسوون ديزيز. اوكي، الفري ليفينج باراسايت هذا ما محتاج الهوست ولا بحال الهوست. اوكي، هو عباره عن بروتوزوا وعايش، عايش برا. اوكي، ف مرات اكسيدنتالي مثلا هو عايش بالتربه، اكسيدنتالي هاي التربه يعني واحد اكل فد اكله ملوثه بهاي التربه او فد شيء طب الى داخل الجسم، هنا أنا راح يتحول الى باراسايت. اوكي، راح يتحول الى باراسايت ويسوي لنا ديزيز. طبعا المثال عليه هو نوع من الاميبيا، فري ليفنج اميبيا اللي اسمها ناجليريا فولاريا، طبعا يعني تسوي فد انفكشن كلش سيفير يعني، ماشي. فهاي هي فري ليفنج يعني ما تريد تجيك اصلا، بس اكسيدنتالي قدرت تطب لك سوت لك ديزيز وصارت باراسايت. طيب هذا اني طبعا الهيلمنتس، هاي الاسكارز، هاي الموسكيتوز اللي هي ارثروبويد. اوكي، هاي بروتوزوا، هاي التاب وورم اللي هي الدودة الشريطية، شوف شلون ايش طولها يعني كبيرة كلش، تقدر تشوفها بالعين مجرد، هاي يوصل طولها 6 أمتار ممكن. اوكي، ان شاء الله ناخذها. والاكتوباراسايت اللي هو مثل يعني الساند فلايز او الموسكيتوز او المايتس او الباك، برا ما تقدر تسوي بنتريشن والطبليجه، او ماشي مثل واحد مثلا بقايه طبت داخل الليفر مالته. اوكي، طيب المصطلحات الاخرى اللي تسمعوها مثلا في شيء اسمه بيرمننت باراسايت. بيرمننت باراسايت هو الباراسايت، وهم من اوبليجيت باراسايت، هذا يعني اللايف سايكل مالته، دورة حياته كلها تكون داخل الهوست. اوكي، يسموها بيرمننت باراسايت. زين، التمبوراري باراسايت هذني باراسايت اللي يسوون يسمون شورت فيزيت. اوكي، يعني مثلا الموسكيتوز، الموسكيتوز البقاهة تجي يعني لفترة قصيرة، دقائق بس، تتغذى، تاخذ اللي تريده، تشتغل شغل الباراسايت وتطلع. اوكي، فهاي يسموه تمبوراري باراسايت. البريودك باراسايت هو انه جزء يعني نصف مثلا او جزء كامل من دورة حياته يكون داخل هوست معين، فهذا يسموه بريودك باراسايت. مثلا الانكلوستوما ديودينال اللي هو هذا نوع من الهوك وورمز. اوكي، زين، الاراتيك باراسايت. الاراتيك باراسايت مثل موضوع الاكتوبك، اكتوبك معناه هاجر، معناه ما قاعد بمكانه. اوكي، الاراتيك باراسايت هو باراسايت اللي موجود بمكان مو هو يستهدفه بالصوره الطبيعيه، يعني مثلا الاسكارز. الاسكارز بطبيعتها تتواجد بالجي اي تي، 99% من الانفكشنز بالاسكارز هي داخل الجي اي تي. اوكي، لكن مرات تطلع تروح للفالوبيان تيوبس. اوكي، فهي صارت اراتيك، راحت المكان هي المفروض ما تتواجد به، فالمكان انت ما تتوقعه. يعني انت بحياتك ما راح تجيك وحده مثلا عندها اي مشاكل نسائيه وتتوقع انه هو سكارز بالفالوبيان تيوب. اوكي، وحالات نادره كلش من النيمونيا الاسكارز تلقاها موجوده باللانكس. اوكي، فهذا معنى اراتيك باراسايت. طيب اكسيدنتال باراسايت، الاكسيدنتال باراسايت يا شباب معناه انه هاي الباراسايت دورة حياتها مثلا الكاينوكوكس جرانيلوسس، دورة حياته هي بين الدوغز، بين الكلاب والشيبس. اوكي، اللي هي الاغنام. طيب هاي هي دورة حياته بين ذول الاثنين. مرات اكسيدنتالي تجي وين الطب؟ الطب للهيوم. اوكي، فهذا سموه اكسيدنتال باراسايت، يعني انيوجوال هوست. ماشي، فباراسايت ويج انفكت انيوجوال هوست مثلا الكاينوكوكس جرانيولوسز من تفوت للمان، تفوت للهيومن اكسيدنتالي. اوكي، وهذا تنطي فد مرض اسمه الهايداتيتس اللي سامعين بي اسمه الاكياس المائيه. زين، الابيرنت باراسايت اللي هي الباراسايت which infect host where they cannot develop further. هاي طبت وتورطت بعد من فاتت هذا الهوست اكسيدنتالي همين، اللي هو مو الهوست مالته. اوكي، هاي بعد هنا أنا ما تتطور، توقف. ماشي، يعني فاتت كلارفا تظل كلارفا، فاتت ك ماتشور او ادلت وورم ها هي وقفت. اوكي، فهذا مثال عليها
اللي هو التوكسيكارا كانس. كانس طبعا يعني مصطلح يدل على ذوات الانياب، دوغز، دائما دوغز، من تسمعون كانس معناه فد شيء يعيش بالدوغز. اوكي، فهي الراوند وورمز اللي موجوده بالدوغز انفكتنج هيومن، من تفوت للهيومن بعد ما تقدر تكمل دوره حياتها. طيب التايبز اوف هوست، الهوست بدورهم راح ينقسمون الى ديفينيتيف انترميديت، اوكي، ومرات باراتينيك، ريسيرفوار، واكسيدنتال هوست. الديفينيتيف هوست هو الهوست اللي تتواجد بيه الادولتس باراسايت، اوكي، البالغه، ماشي، ويصير بيه يعني ميل وفيميل يلتقون، المكان اللي يلتقون بيه يصير بيهم سكشوال ريبرودكشن. اوكي، فعندك مثال الموسكيتوز هو ديفينيتيف هوست ان ملاريا. اوكي، والديفينيتيف هوست may be a human or any other living being. Okay, زين. However, man is the definitive host. طبعا بالنسبة للبلاسموديوم اللي هو الملاريا، الهيومن يكون بي intermediate host اللي هسه راح نجي نعرف شنو. Okay, بس المان ممكن يكون definitive host للفيلاريا اللي تسوي ذا الفيل اللي شافهم ذول الليمفيديما يصير عندهم تنتفخ رجليناتهم، الراوند وورمز والهوك وورمز. اوكي، فالديفينيتيف هوست هو اي مكان تلتقي بيه الادولتس وتسوي سكشوال ريبرودكشن. زين، الانترميديت هوست هو اللي تعيش بيه اللاربا اليرقه يعني الامتشور. اوكي، هاي مرات يصير بيها اسكشوال مالتيبليكيشن يعني لزياده العدد، تقوم مثلا يعني مثلا البلازموديوم هذا نفسه، هذا داخل الموسكيتو الملاريا، داخل الموسكيتو راح تلتقي ميل وفيميل ويطلع عن بيوض ويعني ويستمر التكاثر. اوكي، داخل المان راح يصير بيهم اسكشوال مالتيبليكيشن، تبدا تنقسم هذن البيوض على مود يزداد عددها بعد اكثر. اوكي، فهذا من يصير عندك اسكشوال مالتيبليكيشن او اللارفا هناك عايشه، هذا الهوست يسموه انترميديت هوست. اوكي، مرات بعض الباراسايتس تكون دورة حياتها معقدة بحيث عندها أكثر من intermediate host. فtwo different intermediate host may be required. هذين راح يسموهن ال first وال second intermediate host. إن شاء الله من راح نمشي بالدراسة مالتنا راح نقوم ناخذ life cycles ونقول لكم إنه هذا first، هذا second، هذا definitive. أوكي؟ طيب. الباراتينيك host اللي هو الهوست in which larval stage of the parasites remain viable without further development. Okay, يعني هو نفس الابارنت باراسايت. Okay, الابارنت باراسايت من يطب الهوست، هذا الهوست راح يسموه باراتينيك هوست. Okay, ما راح تقدر تتكاثر او تكمل دورة حياتها، بس تظل عايشة وما تخسر الانفكتيفيتي مالتها، يعني تسوي انفكشن. اوكي، such as such host transmit the infection to another host. طبعا هذا يظل انفكت بالهوست، ممكن انه ينقله لغير واحد. هسه راح نجي نحكي عن الكاريرز. طيب الريزرفوار يا شباب هو الانيمال سبيشيز in which parasite depend for its survival in nature. يعني مثلا الإيكاينوكوكس جرانيولوسس، هاي اللي حكيناها، اللي هي الباراسايت اللي تسوي الهايدروسيست او الاكياس المائيه. من الريزرفوار مالتها؟ الريزرفوار مالتها هو الدوغز. فهي انت حتى اذا فاتت للهيومن وانت عالجت هذا الهيومن، هي عندها ريزرفوار وين؟ بالطبيعه اللي هو الدوغ. اوكي، يعني هو المخزن اللي موجود الطبيعة لهذا المرض، على المود ما ينقرض، على المود ما ينقرض. مثال آخر بعيد عن الباراسايت، الإيفيان فلو اللي هو فلاونزا الطيور. هسه أنت إذا عالجت جميع البشر اللي انصابوا بفلاونزا الطيور، راح يبقى عندهم ريزرفوار، فشي موجود، المرض ما انقرض من الكرة الأرضية. أوكي، ليش؟ لأن موجود ريزرفوار اللي هو مثلا يعني الطيور اللي هو التشيكنز أو البيجنز اللي هن الحمام. اوكي، فهو الانيمال سبيشيز ان ويتش ذا باراسايت ديبندز فور اتس سرفايفل ان نيتشر، اتس ان امبورتنت سورس اوف انفكشن ان ان انديميك اريا. هسه راح نجي نحكي شنو يعني انديميك. انديميك معناها منطقه منتشر بها هذا المرض.
فالمنطقة اللي منتشر بها هذا المرض لازم عندنا ريزرفوار هوست موجود هناك كسورس اوف انفكشن. اوكي تو اذر سسبتبل هوست، فالدوغ هو ريزرفوار هوست فور هاي داتد سيست او هاي داتد ديزيز. طيب الاكسيدنتال هوست نفس الاكسيدنتال باراسايتس اللي هي الهايدات السيست من يطب للهيومن، الهيومن هنا صار اكسيدنتال هوست، والهايدات الاكاينوكوكس العفو صار اكسيدنتال باراسايت. طيب الباراسايت with man as an intermediate or secondary host، وين المان راح يعتبر كانترميديت هوست؟ يعني شنو؟ يعني اللارفا موجوده هناك او الاسكشوال ريبرودكشن تيك بليس. عندك البلاسموديوم اللي تسوي الملاريا، بابيسيا، توكسوبلازما جوندي هذا مشهور جدا اللي هو داء القطط، اكانوكوكس مثل ما قلنا، والاكانوكوكس بها طبعا نوعين اوكي، جرانيلوسس ومالتي لوكيولاريس، لان هذا الانتشار مالته يكون اكثر مشهور من اسمه مالتي لوكيولاريس، يكون موجود باكثر من قناه تلقاه بس بالليفر مثلا. اوكي تينيسوليوم والسبايرومترا سب سبيشيز، ان شاء الله كلهم راح نعرفهم. طبعا انتم تشوفون انه هوايه اسماء وهاي، لكن ان شاء الله ورا ما نكمل الكورس السنتكم وادمغتكم راح تتعود على ذني الاسماء ويصير فتشي يعني سهل جدا. طيب اللايف سايكل، اللايف سايكل هي الهول ستوري، الهول بروسيس، القصه مال هذا الباراسايت، من بين الهوست من ينتقل وشلون يتكاثر، ويعني اللايف سايكل اوكي، دوره الحياه مالته. اوكي اللايف سايكل ممكن انه تكون دايركت اللي يكون بيها اونلي وان هوست، هو انترميديت وهو فاينل هوست او ديفينيتيف هوست، وما تحتاج انه تنتقل. اوكي واكو indirect اللي يكون بها intermediate host و final host او definitive host. اوكي طيب هذني هن اللايف سايكلز، هذني هن اللايف سايكلز. يعني مثلا طبعا احنا دائما انا يعني احب استعمل اللايف سايكلز اللي تسويها السي دي سي اللي هي سنتر اوف ديزيز كنترول. فشوفوا مثلا هاي الكاينوكوكس، يعني definitive host مالتنا اللي هو الدوغ، والانترميديت اللي باللارفا. شوف هنا أنا هاي الادولت وين موجوده؟ موجوده هنا، بيسموه هذا الديفينيتيف هوست. في حين انت الهاي داتا سيست هذا الكيس اللي بلارفا اللي بيرقات اوكي يكون موجود داخل الانترميديت هوست، ف يعني هو يعيش هنا، يطلع بالستول مال الدوغ، تدرون انتو تجي الشيبس تاكل من الحشيش اللي موجود، فممكن ينتقل لها تصير انترميديت هوست، تموت يجي هذا ياكل البقايا وتفتر الدوره. اوكي مرات تجي تفوت للهيومن، هذا صار اكسيدنتال هوست. اوكي فهذا كنوع عن اللايف سايكلز. اوكي طبعا هاي اللايف سايكلز سموها اندايركت، لان اكو ديفينيتيف واكو انترميديت، لو كلها عاشتها داخل الدوغ نسميها دايركت. اوكي اكو دورات حياه تكون شويه معقده اكثر اوكي، اللي هي مثلا هاي دورة حياة البلازموديوم او الملاريا ان شاء الله ناخذها. طيب الفيكتور يا شباب هو فد يعني ناقل، هو ليفنج اورجانيزم اللي راح ينقل الباراسايت. اوكي على الاغلب يكون حشرة. طيب هذا راح ينقله من نان انفكتيف هوست الى عمود، الى واحد يعني راح ينقلها الى نان انفكتيد هوست راح يصير بيه انفكشن. اوكي مثلا ومثال كلش مشهور اللي هو الانوفيلس، اللي هو طبعا الديفينيتيف هوست مال ملاريا. الملاريا راح ينتقل الى الانسان عن طريق انه هاي الانوفيلس راح تنقل الملاريا الى داخل الجسم، فسموها فيكتور. من تجي تقرص واحد راح انجكت البلازموديوم او الملاريا داخل الجسم. طيب الفيكتورز همين هذن النواقل راح ينقسمن الى قسمين، اللي هو ميكانيكال فيكتور وبايولوجيكال فيكتور. ميكانيكال فيكتور دي يسوي فد شغله زايده، هو مجرد ناقل اوكي، مجرد تاكسي ماشي، يشيل هذا الباراسايت ويساعد بنقله الى واحد من الهوستات. اوكي ابسط مثال هو الهاوس فلاي. الهاوس فلاي اللي هو الذباب، يعني هذا الذباب الدارج عادي، هذا الذباب مثلا يروح
مثلا تكرمون على المجاري السيويج سيستم او على مكان اكل مثلا يعني اكل وسخ يوقف عليه، راح تلتصق بالاميبيا، اوكي البيض مالته الاوفا مال الاميبيا، اوكي الهاف سيفلاي راح يروح ينتقل يوقف على اكل في غير مكان مثلا، ويجي الهيومن ياكل هذا الاكل اللي وقفت عليه الهاف سيفلاي، فبالتالي تنتقل الاميبيا. اوكي الاميبيا مجرد لزقت على السطح مال الهاف سيفلاي وانتقلت. اوكي هذا يسموه ميكانيكال فيكتورز. زين البيولوجيكال فيكتور هذا يسموه ترو فيكتور، ليش؟ لان هذا راح يكون الباراسايت فجزء من اللايف سايكل مالته داخل هذا الفيكتور. اوكي يعني مثال على مود السهل، الموسكيتوز هسه مثل ما حكينا هو ديفينيتيف هوست، اوكي يعني راح تلتقي بالادلتس ويصير سكشوال ريبرودكشن، ويعني جزء من دوره الحياه داخل هاي الموسكيتوز، وبدور هاي الموسكيتوز هم تشتغل كناقل، فهاي يسموه بايولوجيكال فاكتور او بايولوجيكال فيكتور. اوكي ناقل بيولوجي اللي جزء من الديفلوبمنت يكون داخله. اوكي الساند فلاي اللي يسموه البرغش او الفرفس حسب مناطق العراق، اللي ينقل الكالازار يسموه الليشمانيا. اوكي الليشمانيا بنوعين، الكوتينيوس اللي هي حبه بغداد، والكالازار اللي يسموه فيزيرال اللي يضرب الليفر والسبلين والبون مارو. اوكي يسموه ايضا الحمى السوداء. اوكي فهاي الحمى السوداء هاي جزء من دورة حياتها داخل البرغش داخل الساند فلاي. اوكي وهي الساند فلاي ايضا تعمل كناقل للكالازار. طيب اكو فد نوع من الذباب اسمه سيت سي فلاي، طبعا هذا موجود بافريقيا، يسوي لنا فد مرض اسمه سليبنج سيكنس. اوكي طبعا هذا يعني ما موجود عندنا هذا المرض، لان السيت سي فلاي اللي هو الفيكتور وهوست الها ما موجود يمنه. اوكي زين الديزيزز يا شباب، بس نحكي شويه مصطلحات لان اريدكم تركزون وياي لان مهمات. عندنا فد مصطلح اسمه اندميك ديزيز شنو تعريفه؟ مثل ما مكتوب انه the constant presence of a disease or infection agent within an area، معناها انه هاي المنطقه بنقول عليها اندميك بديزيز معين، انه هذا المرض منتشر بيه. اوكي هذا المرض منتشر بهاي المنطقه، مثال العراق اندميك ان تي بي يصير به مرض التدرن تيوبر كلوسيس. اوكي لكن احنا يعني محسوبه، انت مثلا اي شخص يجيك with فيفر نايت سويت هيموبتسيس وكاف لازم تشك بالتي بي، اوكي لان احنا بمنطقه اندميك بالتي بي. اوكي لكن هسه انت ما تمشي بالشارع وتشوف الدنيا كلها مصابه بالتي بي. اوكي اكو فد يعني انتشار لكن بعدد معين محسوب، يعني مثلا احنا ما اتوقع حاس بيها بالعراق، بس مثلا خلينا نقول بقيه الدول اللي يسووها مثلا انه احنا عندنا 1000 كيس من التي بي بالسنه. اوكي فاحنا اندمك ان تي بي، من الموضوع يصعد فوق النورمال، من يصعد فوق هاي الالف راح يسموه ابيديميك. ابيديميك معناها occurrence of cases of illness in a region بفريكونسي اكسس النورمال اكسبكتنسي. اوكي فهذا يسموه outbreak of a disease. اوكي outbreak of a disease، وهذا الشيء نفسه يصير من عندك يعني من مكان ما منتشر بيه المرض او ما موجود بيه المرض اصلا تطلع بيه حالات. اوكي فالموضوع ما يعتمد على العدد، يعتمد على انه صعد فوق النورمال لو لا، هذا هو الابيديميك. يعني مثلا الطاعون اللي هو البليج تعرفون هذا مرض انقرض صار له ايراديكيشن بالستينات، كان يفتك بالملايين. اوكي هسه يعني بالسنه تتسجل لو حاله لو حالتين يعني، واغلبها مدغشقر ودول افريقيا. اوكي فمره سجلوا 7 حالات بالسنه، اعتبروا هذا الموضوع ابيديميك لان انت هذا المرض صار يعني هو اراديكيشن، فانت شلون تصعد لك ال7 حالات؟ اوكي فمن يصعد فوق النورمال يسموه ابيديميك. طبعا الموضوع انه يصير عالمي وينتشر بكل انحاء العالم راح يسموه بانديميك، مثل اللي صار بكوفيد 19 او كورونا. اوكي اندميك يا شباب فد موضوع كلش مهم.
ليش؟ لان انت لازم تشك بالمرض من تعرف انه هاي المنطقه اندميك في الديزيز معين. يعني مثلا احنا عندنا قلت لكم العراق اندميك ان تي بي، دائما يقولون انه كردستان او الشمال اندميك ان ملاريا، اوكي، يقولون انه ديالي اندميك ان كالازار، اوكي. فانت لازم دائما من تاخذون هيستوري، ان شاء الله من تاخذون تاريخ مرضي، تتعلمون هاي السنه انتوا عندكم فد قسم فد يعني محطتين مهمه اللي هي الريزيدنسي، انت وين ساكن؟ راح يقول لك انه انا ساكن بفلان مكان. انت لازم تخلي ببالك انه هذا الفلان مكان انديميك ان ديزيز معين لو لا، اوكي. و المكان الثاني اللي راح تسال بيه راح يقول لك ترافل هيستوري، انت مسافر لفد مكان معين؟ يقول لك اي انا مسافر لهنا. لازم تعرف انه هذا المكان اللي مسافر بيه مسافر لو راجع من عنده انديميك فد ديزيز معين، يعني مثل اللي صار بالجنود الامريكان من جو للعراق مثلا، اللي هو انديميك مثلا الليشمانيا اللي هي حبه بغداد كيوتينيس ليشمانيا، فمن رجعوا هناك اي عرض طلع لهم مباشره قالوا انه هذا يعني هم كانوا مسافرين المكان انديميك ان ديزيز معين. بامريكا اكو مرض مثلا كلش مهم هو انديميك هناك اسمه لايم ديزيز، هذا يعني احنا راح نخلص كليه الطب احتمال ما حاكين عنه، بس هو هناك كلش مهم انديميك، اوكي، موجوده يعني منظمات كامله عم تدعم المرضى بلايم ديزيز. فانت مثلا واحد مسافر لامريكا وراجع لك لازم تفكر انه هو راح الانديميك اريا ممكن مصاب بفد مرض انديميك هناك. فيعني ثقافه انه انت تعرف معنى انديميك وابيديميك مهمه جدا لك كدكتور. طيب مصطلحات النوم، فشي اسمه انثروبونوسيس. انثروبونوسيس هو معناه انه فد يعني diseases أو infections اللي هي maintained in humans alone، أوكي، اللي هي مثال عليها الملاريا والفيلارياسيس، يعني بالهيومن تنتقل من هيومن إلى هيومن، تنتقل من هيومن إلى هيومن ويجي الموسكيتوز أو الفلاي ينقله، أوكي. الزو Anthroponosis هو referred to infection in which a human is not merely an incidental host but an essential link in the life cycle of the parasite. اوكي، يعني مثلا التاب ورم الدوده الشريطيه اللي تعيش بالبورك او بالبيف بال يعني بالابقار او بالخنازير، الهيومن هو لينك مهم، اوكي، لازم يكون موجود كهوست على مود تكمل الدوره، اوكي، على مود تكمل الدوره. فهذا من يكون هيج اكو لينك، يعني الهيومن هو جزء اساسي من اللايف سايكل يعني الانيمال همين فد بارت اساسي، من يصيرون اثنيناتهم اساسيين يسموه زو انثروبونوسيس. زين الزونوسيس ديزيز هذا ممكن يعيش بس بالانيمالز، اوكي، بس بطريقه او باخرى انتقل الى الانسان مثلا التربنو سومايسيس اللي هو هذا اللي يسوي نفسه اللي يسوي السليب سيكنس، اوكي. هذا يعني هو مرض مال يعني حيوانات، اوكي، بيناتهم نفس الايكانوكوكس مرض مال حيوانات بس انتقل انه وصار مرض للإنسان. الإيفيان فلو، الإيدز، كلهن كانت أمراض حيوانية فجأة انتقلت، أوكي. طيب الكارير، الكارير يا شباب هو مصطلح يطلق على أي بيرسون كاري الديزيز وممكن ينقله بدون ما تظهر عليه أعراض، أوكي. فبحالة الباراسايت هو يحمل الباراسايت انفكشن وترانسميتد تو اذر بس شو نو ساينز اور سيمبتومز. هذا مثال عليه شنو؟ مثلا واحد انت تعرفون هسه واحد اي واحد بطنه توجعه ياخذ فلاجي، اوكي، الفلاجي العمود يشتغل احنا نحتاج يعني دوز 10 ايام، اوكي. فواحد عنده اميبيا مثلا، الاميبيا هي موجوده بلش تسوي الاعراض اخذ فلاجي مباشره. الفلاجيل اوكي سوى سبرشن للاميبيا بس ما قتلها، اوكي، فهو بس ما عليه اعراض، بس شنو هو كارير بعده عايشه، ما سويت له اراديكيشن لان ما اخذ كورس كامل، اخذ له حبايتين، اوكي. فهو ظل كارير، ظل ينقل الديزيز يعدي البقيه، خصوصا اذا هو مثلا فود هاندلنج يشتغل ك طباخ مثلا او بمطعم او هذا، يقوم ينقل للعالم
بس هو ما عليه اعراض. وطبعا الكارير مصطلح يعني حتى على الامراض الوراثيه، اي واحد مثلا اوتوسومال ريسيسيف عنده جين واحد هذا يعتبر كارير ممكن ينقل البقيه بس هو ما عليه اعراض. اوكي زين، وات ار زونوتيك ديزيز؟ السي دي سي قالت انه هو اني ديزيز which ماي باست فروم انيمال تو بيبل اور فروم بيبل تو انيمال، يعني من يصير اكو تغير شيفت باللايف سايكل. اوكي يعني هو كان مثلا بس بالحيوانات وقام يصيب الانسان، اوكي، او كان بس بالانسان وقام يصيب الحيوانات. اوكي هو بالاخير مثلا الايفين فلو انفلونزا الطيور يقولون انه هي من الانسان راح تنتقل انصاب بها الحيوان سوى لها ميوتيشن، انفلونزا عاديه يعني هاي تصير بالشتاء انتقلت للطيور، الطيور صار بها ميوتيشن وطورت نفسها وصارت هذا المرض المرعب وظل ينطلق ينتشر بين الحيوانات الى فد يوم رجع للانسان وسوى لنا هاي المشاكل او البانديميك. اوكي زين، الابيديميولوجي راح نحكي شوي عن الابيديميولوجي. although parasitic infections occur globally ممكن تصير باي مكان بالعالم حسب الفيكتورز حسب الهوست اللي موجوده، the majority وين occur in tropical regions، اكثر الباراسيتيك ديزيز راح تصير بالتروبيكال ريجنز where there is poverty فقر poor sanitation and personal hygiene. التروبكس يا شباب بس على مود تفهموا، انتم تعرفون انه الكره الارضيه تتقسم الى vertical lines او vertical zones اللي يصير بها الزمن، وعندنا الهوريزونتال. الهوريزونتال يعني على الاكويتر شلون أشعة الشمس راح تسقط، فالمكان يسموه التروبيك أو خط الاستواء. إحنا ما صايرين خط الاستواء، خط الاستواء صاير جوانب شوية، أوكي؟ يعني البصرة صايرة على الطرف. ماشي؟ فهاي المنطقة يا شباب هي مناطق استوائية حارة، أوكي؟ طبعًا يعني جنوب الهند، أفريقيا، البرازيل، شمالها، وهاي يعني هي مناطق تكون فقيرة، مكتظة. ف يعني موضوع انه البور هايجين اللي بيها ممكن انه يزيد الانسيدنس مال باراسيتيك ديزيز. وحقيقه هاي المناطق مناطق حاره استوائيه تعيش بيها هوايه كائنات حيه، هوايه كائنات حيه معناها هوايه هوست هوايه فيكتورز. اوكي فانت تشوف الهند، يعني الهند بيها بلاء وبيها سبيشيز يعني بالملايين، في احنا ترى منطقتنا يعني صحراويه ما عندنا ذاك التنوع بالكائنات الحيه اللي ممكن يطلع لنا امراض هواي على عكس الهند وافريقيا. اوكي؟ يعني هو الموضوع مبين عنصر شويه لكن هو يعني هي هاي الحقيقه، يعني انه المناطق الفقيره اللي صايره بالتروبكس هي بها المشكله. طبعا التروبيك يعني اكو امراض هوايه يسموها تروبيك، انا يعني لذلك بس لتعرفكم شنو التروبيك. اكو نوع مثلا سيليك ديزيز، احنا خرجنا عن الموضوع، بس سيليك ديزيز اكو نوع من عنده يسموه تروبيك سبرو، هو مثل السيليك ديزيز، يعني هو مرض الحساسيه مال الحنطه بس يصير بس بالتروبكس. اوكي يعني الاسباب غير معروفه فبس عم تعرفون شنو التروبيك. طيب often entire communities may be infected with multiple different organisms which remain untreated because treatment is neither accessible nor affordable. اوكي فمرات انت يعني مناطق او كوميونيتيز يظل منتشر بها الديزيز وما ينقرض من هناك، اوكي، بسبب انه تريتمنت ما موجود او ما ينعرض يعني بسبب الفقر وما الى ذلك. وبالنسبه للباراسايتس راح نجي نحكي انه ما بها فاكسين ابد. طيب effective prevention and control requires mass intervention، فتشي يعني فتشي كبير، فالاستراتيجي كبيره وشامله. اوكي احنا لازم امبروفمنت بالسانيتيشن، لازم يعني جود ووتر سبلاي فريش ووتر و بيت لاترنز اللي هن يعني السيويج سيستم او تكرمون المجاري. اوكي لازم فيكتور كنترول، لازم نقتل الفيكتور، لازم نقتل النواقل في حال بدنا نسوي اراديكيشن في المرض مثلا الانسكتسايد من المضادات الحشريه وما إلى ذلك. Mass screening and the drug administration programs which may need to be repeated on a regular interval. لازم نشخص كل حالة ونعالجها. ليش؟ لأن هاي الحالات ممكن تشتغل كاريرز وتستمر السايكل مال انفكشن مالتنا. طيب الكلاسيفيكيشن التاكسونومي يا شباب راح يقسم السبيشيز الى كينجدومز ديفيجن فايلم كلاس اوردر فاميلي
المهم عندنا احنا قلنا كينجدوم انيميليا، اوكي، او انيمالز. المهم عندنا هو جينس والسبيشيز، جينس والسبيشيز، اوكي. زين، الجينس هو جروب اوف كلوزلي ريليتد سبيشيز، بلازموديوم كلهن اسمهن بلازموديوم، كلهن اسمهن كاينوكوكس، اوكي، هذا جينس. زين، السبيشيز هو الممبر ذات هاف ذا سيم جينيتيك كاركتر، اوكي، اللي راح يقدر يسوي ريبرودكشن اوف ذير كايند. يعني انت هسه هو اوكي كاينوكوكس او بلازموديوم، البلازموديوم باربع انواع، اوكي، اوفال، ملاريا، ومثلا فالسيبار، اوكي. انت هو اوكي جينس بلازموديوم، بس السبيشيز مالته هو فالسيبار، راح من تتكاثر تطلع لك فالسيبار، اوكي، ما راح تطلع لك البقيه، فهذا يسموه سبيشيز. فاحنا هذا اللي يهمنا، طبعا شويه يهمنا الفايلوم، هسه راح نحكي شويه بالهمز، اوكي. شلون نكتب، شلون نسوي ساينتفك نيم بالتاكسونومي؟ طبعا التاكسونومي علم التصنيف، انه احنا نخلي اسم الجينس واسم السبيشيز، اوكي. مثلا الاسكارز يصير اسمه اسكارز لامبرو كويتس، اوكي. زين، هذا في حال انت كنت تكتب بالحاسبه، اوكي، لازم اول حرف من الجينس يكون كابيتال، والحرف الاول من السبيشيز يكون سمول. هاي اول نقطة. ثاني نقطة، لازم يكون مايل، اوكي، لازم يكون مايل. في حال انت يعني، او ممكن تخلي جواه خط، اوكي، ممكن تسوي. فانت اذا قدرت تكتبها مايلة تسويها مايلة، اذا ما قدرت لازم تخلي جواها خط، اوكي. طيب، زين، الكورس اوت كام، احنا من راح نجي ندرس الباراسايت، راح نتعرف على المورفولوجي، والمورفولوجي يا شباب كلش مهمه بالمايكروبيولوجي وبالباراسايت، اوكي. المورفولوجي ليش مهمه؟ لان احنا بالدايجنوسيس هوايه 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 باراسايت، الدايجنوسيس مالتها يتضمن انه انت تشوف الباراسايت، اوكي، تشوف الايج، تشوف اللاربا، وتشوف الادلت، اوكي. فالمورفولوجي كلش مهم، ممكن مثلا هوايه تنسالون مثلا من هو الباراسايت اللي بيه مثلا 2 نيوكليوس، من هو اللي عنده 4 فلاجيلا، من اللي مثلا الاوفا او الايج اللي بيها مثلا شوكه من جوا، اوكي. يعني المورفولوجي كلش مهم، احنا راح نتعرف على المورفولوجي مال الباراسايت. اللايف سايكل طبعا جدا مهم، انت كدكتور على المود يعني تشخص، واي لازم تعرف اللايف سايكل، تعرف يعني هو وين راح، والريسك فاكتورز، ومثلا الهوست، مثلا واحد جاء قال لك احنا والله بمزرعه وعندنا كلاب وعندنا غنم وعندنا، لا تفكر كان كوكس اللايف سايكل مالته يتضمن شيبس ويتضمن دوجز، اوكي. الباثوجينيسيس والسمبتوماتولوجي، طبعا هذا شغلنا كدكاتره، احنا لازم نعرف الباثوجين والباثوجينيسيس اللي هو الانجري اللي راح يسويها، والتايب اوف انجري. انجري مو معناها بس ميكانيكال انجري، يعني مو بس معناها ضربه او جرح، اوكي، ممكن يكون ليتيك، توكسيك، اليرجيك، اوكي، يعني شنو نوع الهارم اللي راح يسويه. وطبعا اهم شيء عندنا السيمبتومز، نشوف شنو السيمبتومز اللي راح يسويها كل باراسايت، اوكي. الدايجنوسيس، الاشياء المهمه جدا، شنو السامبل، وهاي دائما نسال بي انه انت شاك بهذا المرض، شنو راح تطلب سامبل، اوكي، هسه قلت اسوي تحليل، ارد اشوفه وين موجود، فيسز، ستول، سامبل، راح تطلب خروج، راح تطلب بلاد، راح تطلب سبيوتم، راح تطلب يورين، راح تطلب تيشو، يعني تاخذ بايوبسي مثلا انت بالليشمانيا، هو موجود على الجلد، اوكي، ايش راح تطلب؟ اطلب تيشو، اطلب بايوبسي، ما تقول اطلب بلاد او اطلب سبيوتم، اوكي. طبعا ديتك ذا ايج لارفا سيست، اللي هاي كلش مهمه عن طريق المورفولوجي، واكيد التريتمنت ابيديميولوجي وكنترول اند بريفنشن. زين، السورس اوف انفكشن، الواحد شلون ممكن يحصل انفكشن؟ عن طريق السويل، عن طريق التربه، اوكي، فواكه ما مغسوله، او العفو خضروات ما مغسوله، الفواكه صراع الاشجار، مثلا فد خضروات ما مغسوله، تربه مالتها ملوثه، ووتر، اكيد الجود ووتر سبلاي لازم، يعني الووتر ممكن يكون سورس اوف انفكشن، فود، اكل، اوكي. انسكت فيكتورز اللي حكيناها، موسكيتوز او سيت سي فلاي او ساند فلاي، اوكي. انيمالز، ممكن احنا مثلا
لحم الغنم بالخارج طبعا ياكلون الخنازير، دوجز اند كات. دوجز اند كات يعني مثلا اللي مربين بزازين، يمكن البزازين تعرفون يعني تلعب، اوكي يعني اللعاب مالتها ممكن ينقل، اللي هو الريزيرفر هوست مالتنا. ممكن مثلا واحد ما طابخ لحم الغنم او لحم الابقار زين هم ممكن ينتقل، اوكي زين. other persons ممكن واحد ينعدي من شخص اخر. والسيلف، السيلف انفكشن يا شباب هو معناها انه الباراسايت ما حاجه يطلع من الجسم ويروح لغير مكان ويرجع، يعني ما يصير عندنا ري انفكشن، يصير عندنا في شيء اسمه اوتو انفكشن. الدوره تصير فيشس، تتكرر داخل جسمك. اوكي مثل مثال عليها، مثال كلش مشهور اللي هو البين وورمز، اللي هي الديدان الدبوسيه. اوكي الديدان الدبوسيه يا شباب هاي تصير بالاطفال، اوكي اللي هي الانتروبيوس فيرميكولاريس، هاي يسموه تسوي اكسترنال اوتو انفكشن. هذا الطفل هي هاي شو تسوي؟ تسوي اتش اينس، اوكي المقعد مالته يبدي يحكه، فهذا الطفل تدرون راح يحك، يعني يحك المنطقه، تجي الايجز باظافره، تصير الطفل دائما يخلي يعني بدون ما يغسل وبدون ما هذا واحد ما يدير باله عليه، راح يرجع يخلي ايده بحلقه مثلا او ياكل او هذا، فراح يسوي اوتو انفكشن اوتو انفكشن اوتو انفكشن. اوكي مرات الادلتس هي تطلع من يم الانس وترجع تسوي بنتريشن من البرينيوم والطوق، اوكي هذا هم يسموه اكسترنال اوتو انفكشن. الاسترانجلويدز بتسوي انترنال اوتو انفكشن، انترنال اوتو انفكشن يعني الادلتس هي مو تنزل، اوكي او مثل الايجز او الهاي، تجي تسوي بنتريشن للانتستين وترجع الطب، ترجع للابر جي اي تي، اوكي فهاي راح يسموه انترنال اوتو انفكشن وازدادت الوضعيه. اوكي طيب المودز اوف ترانسميشن، فيكو اورال، فيكو اورال يا شباب هو فد مصطلح يطلق على اي باراسايت موجوده بالجي اي تي. اوكي اي باراسايت موجوده بالجي اي تي اكيد راح تطلع عن طريق الاستول، اوكي عن طريق الاستول في حال يعني صار انتقال من هاي الاستول الى اي مكان، راح ترجع تفوت عن طريق الجي اي تي، يعني مثلا ساند العفو هاوس فلاي ذباب او هاي قدر ينقلها، بور سيويج سيستم اي شيء، حتى هذا موضوع الاكسترنال اللي يصير بال هذا هم يعتبر فيكو اورال، يعني هو الجي اي تي هو عباره عن بوري اللي يطلع من جوه ويرجع يفوت، هاي يسموه فيكو اورال. اوكي طيب انجشن اللي هو اكل، اوكي مثلا واحد اكل مثلا لحم الغنم اللي ما مستوي او هيك شيء، اوكي انجشن. انهاليشن طبعا تنفس، ممكن اكو باراسايت ممكن تطب للجهاز التنفسي. سكين بنتريشن، سكين بنتريشن مثل الشستوسوما وهواية ديدان ممكن تطب مباشرة عن طريق السكين، تسوي سكين بنتريشن. اوكي وان شاء الله راح ناخذ عليها امثلة ونشوف الساينز شلون من الطب الدودة شلون تسوي فد نوع من الرعش، ونقول عليه انه هذا السكين بنتريشن. اوكي الطب عن طريق الرجل، اكو ذول اللي يسبحون عن طريق جرح، عن طريق اي شيء. اوكي انسكت بايت وهاي هواية عدناها، اوكي موسكيتوز جتي ونقلت، ودايركت ترانسميشن، اوكي اللي هو باراستيك انفكشن may be transmitted by person to person مباشرة عن طريق كيسينج او فد مثلا بالجنجيفال اميبيا او سكشوال انتركورس مثلا بالسكشوال ترانسميتد تنتقل سكشوالي. اوكي مثل التراكومونياسيس اللي هو نوع من الامراض التي تنتقل جنسيا. زين الفيرتيكال ترانسميشن صراحة أيضا مصطلح كلش مهم. الفيرتيكال ترانسميشن معناها أنه ينتقل من المذر إلى الفيتس، أوكي عن طريق البلاسنتا، عن طريق البلاسنتا. فأنت يجيك الطفل أول ما انولد هو مصاب بهذا المرض، أوكي وأمراضه هواية، البكتيريا طبعا عندك مثال الهيباتايتس بي كلش مهم، أوكي بالباراسايت عندك مثال التوكسوبلازموزس المهم جدا، يعني مجموعة أمراض اسمها التورش، أوكي أول واحد تي هو التوكسوبلازموزس. فمن يجيك هذا فيرتيكال ترانسميشن صار، لأن الأم ما يعني ما تعالجت من المرض فانتقل إلى البيبي. أوكي اتروجينيك ترانسميشن اللي يصير بسبب الطب، يعني إحنا نسوي،
اوكي مثلا انت اجيت ونقلت دم الواحد وما تاكدت انه هذا فحصي، طبعا ما وصلتش مصرف الدم يعني ما وصلتش، بس احنا هم ما يعني ما تاكدنا احتمال. اوكي فهو هذا اصلا عنده ملاريا، الملاريا قلت لكم موجوده بالبلد، اجينا سوينا لنا نقل دم انتقلت الملاريا مباشره. توكسوبلازموزز افتر اورجان ترانسبلانتيشن، واحد سوينا له نقل اعضاء وما فحصناه انه هو ما عنده توكسوبلازموزز، جينا شلنا له مباشره اورجان متروس توكسوبلازموز خليناه بجسمه، كيف يسموه اتروجينيك. طيب طبعا هاي هي فد مختصر لجميع طرق الانتقال. اوكي زين، البيسك فاكتور اوف ترانسميشن اوف باراسيتيك ديزيز، طبعا هو كانفكشيوس ديزيز راح يحتاج سورس اوف انفكشن، روت اوف ترانسميشن، وسسبتبل هوست. سسبتبل هوست اكو، لان اكو امراض الهوست يعني سسبتبل، يعني مثلا اكو امراض تنتقل بس الناس اللي هم يكونون اميون سبرسنت، تكون مناعتهم ضعيفه، ايدز او ياخذ فد ستيرويدز او ياخذ فد شيء، فهذا راح يسموه سسبتبل هوست. مرات اكو انفكشنز ما يهمها، يعني اي هيومن هو سسبتبل هوست وهكذا. طيب ديزيز ترمينولوجي، عندنا في شيء اسمه بري باتنسي. بري باتنسي، هذا بري باتنسي معناها انفكتد، يعني الجسم موجود بالباراسايت. اوكي بس بريزنس كان نوت بي ديتكتد يت، وهذا مثال عليه مثل ما قلت لكم البلازموديوم اللي يسوي الملاريا، هذا ممكن اول ما يطب طبعا يطب للليبر. اوكي فانت من تدور على الملاريا شو تسوي؟ تروح تسحب دم. اوكي هذا طال انه هو موجود بالليفر وبعدها ما واصل للدم، انت تسحب دم وتدور ما تلقاه. اوكي فهذا هو حاليا بوضعيه البري باتنسي. اوكي انفكتد بس ما تقدر تكتشفه. من يكون انفكتد بس ما طالع عليه سيمبتومز يسموه انكيوبيشن بيريد. اوكي انكيوبيشن بيريد، يعني ابو البري باتنسي ممكن يكون بالانكيوبيشن بيريد ممكن لا. زين اكيوت ديزيز، مصطلح اكيوت معناه حاد، معناه فتشي يتطور بسرعه. اوكي الاكيوت صراحه ما إلى فد تعريف يعني ثابت، فد رقم ثابت، احنا نقول لك مثلا انه كذا يوم هذا معناه اكيوت. يعني مثلا انت عندك كل مرض كل ديزيز إلى خصوصيته. اوكي وهذا هو يعني موضوع الطب، انه الطب ترى changing ساينس، يعني مو فتشي ثابت. فمثلا انت الكاف الامريكان اسوسيشن اوف فاميلي ميديسين تقول لك انه الكاف لحد 3 اسابيع هذا اكيوت، لحد مثلا لحد شهرين هذا يعتبر سب اكيوت، ورا الشهرين يعتبر كرونيك، في حين انت الدياريا اسبوعين يعتبر اكيوت، لحد شهر يعتبر سب اكيوت، ورا الشهر يعتبر كرونيك. اوكي ف يعني الموضوع مو ثابت. اوكي بس اكيوت هو اي ديزيز يسوي لنا كرايسيس، يسوي لنا ازمه، فشي يتطور بسرعه يعني فاست بروجريشن. اوكي which can resolve in spontaneous healing او ممكن يتحول الى كرونيك انفكشن او ممكن cause death. اوكي يعني انت عندك مثلا انافيلاكتيك شوك اللي تصير بسبب رابتشر بالهيداتوسيس اللي الاكياس المائيه، الاكياس المائيه شايفين مرات الكيسات تطلع بالتلفزيون هاوس وبذن المسلسلات، انه واحد حضن صاحبه وفجأة وقع. اوكي هذا صار طقت عنده الهايداتيد سيست. اوكي وصار عنده انافلكتيك شوك، انافلكتيك شوك اللي هو يعني صارت عنده حساسية شديدة ادت له الى هايبوتنشن. اوكي وهذا الشيء يعني خلال 5 دقائق يتطور. اوكي فهذا اكيوت، سوى لنا كرايسيس، فممكن يكون اكيوت ديزيز. طيب كونفالسنس هي البيريد افتر هيلينج. اوكي ابسنس اوف انفكشيوس ايجنت، نو سيمبتومز ان سيرتين كيس، اميونيتي تو ري انفكشن. زين A few parasitic infections have been shown to lead to malignancy. اكو parasites ممكن تسبب لنا malignancy، مثال عليه الشيستوسوما هيماتوبيوم. شيستوسوما هيماتوبيوم هذا فد نوع من الباراسايتس بالفليكس، طبعا هو الديدان يعني بس ديدان مجهريه يعني ما تنشاف. هذا منتشر اكثر شيء بمصر طبعا، يعني لو عبد الحليم حافظ لو فريد الاطرش نسيت مات بهذا المرض. هذا ممكن يفوت للبلادر. اوكي من يفوت للبلادر اليورينر بلادر طبعا
يقوم يسوي انجري 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 الى ان يوصل الى مرحله ميوتيشن. اوكي، هذا الميوتيشن من ورا الانجري اللي سوته شيستوسوما ممكن يتحول الى بلادر كانسر. طبعا يعطينا فد نوع مميز من بلادر كانسر اسمه سكويموس سيل كانسر، يعني مو الترانزيشنال اللي هو الكمان. اوكي طيب، الافكت اوف ذا هوست اون ذا باراسايت، الهوست طبعا راح يسوي ديجري مان ريزيستنس، راح يقاوم. اوكي، ف الريزيستنس او الاميونتي از نوت فيري سترونج، يعني نادرا ما تسمعون واحد يعني تعالج او راح المرض مالته اعتمادا على الريزيستنس. اوكي، ان جنرال ات دازنت وايب اوت باراسايتس كومبليتلي، بس تضعفها، تحافظ على المرض، يعني ما تخليه يصير في شيء اسمه سوبر انفكشن اللي يصير بالاميون سبريسنت اللي ياخذون ستيرويدز او زارعين اورجان او بيهم ايدز. اوكي، لذلك ممكن اي مرض يقتلهم. اوكي، يعني الاميون سيستم مسيطر بس ما يقدر يتخلص منه نهائيا، لازم احنا نساعده بان نعطي انتي باراسيتيك دراجز. اوكي، but may limit the number of parasites and establish a balance with the parasite. عندنا نوعين من الاميونتي تعرفون انتم، innate immunity و acquired immunity. ال innate immunity اللي هو فد شيء يعني basic، فد شيء اساسي. اوكي، اللي هي يعني الباريرز مثل السكين، الميوكس ممبرين، البلاسنتا، فالجدار يمنع دخول الباراسايت. اوكي، هذا انيت، هذا يدافع عن يعني يدافع عن كل شيء ممكن يصيب الجسم. اوكي، الاسيد يسموها نان سبيسيفيك اميونيتي، اسيد ان سكين او ستومك، تعرفون انتم الستومك بي اتش سي ال، السكين بي اسكوربيك اسيد هو فيتامين سي، ممكن يعني ينطفد انتي باراسيتيك اكتيفيتي، بس الستومك كلش مهم، الاتش سي ال ممكن يقتل هوايه 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 باراسايتس. لذلك انت مثلا عندك الاميبيا ما تقدر تطب للجسم اذا مو ايج، اذا تجيب واحد وتوكله اميبيا 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 تموت بالاتش سي ال مال ستومك. اوكي زين، الفاجوسايتوسيس الابتلاع اللي يسوي بالفاجوسايتس اللي هو البلاع مالتنا. اوكي، الفاجوسايتس يعني تاكل اي شيء غريب عن الجسم. اوكي، او فد شيء اوكسيدايز او بي فد انجري معينه. اوكي، هذا نان سبيسيفيك ماشي، effective إلى حد ما against a wide range of parasites, infection controlled by genetic factors but not very strong، مو كلش strong. على عكس ال acquired immunity، ال acquired immunity هي نوعين اللي هو cellular أو humoral. cellular اللي هي cytotoxic cells اللي هي T cells، أوكي T8، وال اللي هي مرض اللي هي الانتيبوديز اللي راح تتكون ضد هذا الباراسايت بالتحديد. يعني احنا قلنا الفاجوسايتس ياكل كل شيء، الاتش سي ال يقتل كل شيء، هذا لا، هذا محدد راح نستهدف نقطه واحده ونبلش نهاجمها فتكون قويه. اوكي، سترلايزنج اميونيتي اللي هي الاميونيتي الرير، يعني انه الاميونيتي ممكن تقتل وايب اوت ا باراسايت كومبليتلي، مين وايل جيت لونج تيرم سبيسيفيك ريزيستنس اللي هي المناعه اللي تصير ضد باراسايت معين. اوكي، يعني تصير ضد البكتيريا، تصير ضد المناعه، تصير ضد البكتيريا، تصير ضد الفيروسز، ضد الباراسايت لا. زين، نان ستيرلايزنج اميونيتي اللي هي وايب اب موست اوف ذا باراسايت بس نوت كومبليتلي. اوكي، هاي كمان يعني انه الجسم يقاوم بس ما يقدر ينهي المعركه. طيب، اكو شيء اسمه بادي سيندرومز اجينست باراسايت، هيت سيندروم بالملاريا. سيندروم معناه مجموعه من الاعراض اللي تطلع في الملاريا، تسوي هيت سيندروم، تسوي لك فد شكل يعني مميز من الفيفر، يجي يقول لك هذا كل فلان ساعه او كل مثلا كل 4 ايام تصعد عند الحراره. اوكي، فانت من تجي ترسم هذا كل 4 ايام كملت سايكل، فصار عندك هيموليسيس وبلش عندك الفيفر. اوكي، فيسوي لنا فد شيء اسمه هيت سيندروم. اوكي، دايزنتريك سيندروم، الاميبياسز، اميبيا تجي على الجي اي تي تسوي فد شيء اسمه دايزنتري، دايزنتري معناه دياريا، اسهال ويا بلد وميوكس وتنسمس، وجع ودم. اوكي، فيسموها دايزنتري. زين، هيباتيك سيندروم طبعا هاي داتا سيست قلنا لكم انه اغلبها الكاينوكوكس جرانيولوسس دائما تقعد بالليفر، فتسوي هيباتيك سيندروم، تسوي لك اعراض خاصه بالليفر. اوكي، فيصير الواحد يصير عنده جوندس، يصير عنده بصفار، اوبستراكتيف جوندس وبين وهكذا. اوكي، سكين سيندروم بالليشمانياسيس اللي تطلع لك اعراض تظهر على الجلد، حبه بغداد يعني. زين، اميون ايفيجن، اميون ايفيجن
معناها انه الباثوجين، مثل الحال يعني البكتيريا والفيروس او الباراسايت بروتوزوا اند ورم هاف افكتيف ميكانيزم على المود يعني avoid elimination by host defense by defense system، يعني هي راح ترد على الديفنس سيستم بانه مثلا تغير الانتيجين مالتها، فبعد الانتي بودي ما تشتغل عليه اوكي، او مثلا تفرز فد انتي سايتوليتيك يعني الدبليو بي سي، او مثلا الفاجوسايتس يجي على المود يقتلها اوكي، تفرز لها سموم على المود تقتلها، هاي ترد عليها بمضاد سموم اوكي. وهاي طبعا الاميون انفيجن حتى الكانسر ممكن يسويها، حتى الكانسر ممكن يسويها اوكي، يفلت من الاميون سيستم. وهذا اللي يصير يعني هسه وانا قاعد اسولف وياكم، انتم قاعد تسولفون يعني هسه الاف الميوتيشن تصير بجسمنا بس ما تتحول الى كانسر لان الاميون سيستم سيطر عليها. في حال قدرت تسوي اميون انفيجن او صار عندنا ميوتيشن بسبب ريسك فاكتور تدخين او راديشن او اي شيء ممكن تحول الى كانسر اوكي. فالانفيجن يعني هي اي سيل تهرب او تدافع بنفسها ضد الاميون سيستم. الفاكسينيشن بالنسبه للباراسايت صراحه بسبب كبر حجمها هوايه بها انتيجينز اوكي، هوايه يعني عندها ادابتيف ريسبونسز، عندها ايفيجن، يعني شويه كائنات ذكيه اوكي، وانتيجينيك فاريشن تختلف يعني بسبب كبر حجمها عندها هوايه انتيجين. فانت تدرون الفاكسين يستهدف انتيجين معين، فانت البكتيريا الفيروس ممكن انه ينحل الموضوع، لكن الى حد الان ماكو افكتيف فاكسين ان هيومن اوكي. بس يعني الملاريا ده يشتغلون عليه، واتوقع الدبليو اتش او السنه او العام يعني اطلقت واحد من فاكسينز ضد الملاريا، طبعا انا بافريقيا يعني نشروه لان هناك كلش اندميك، بس عموما الباراسايت ما بيها اي فاكسين اوكي. ما راح نحكي هواي عن الفاكسينيشن. الباثوجينيسيز هو شلون راح يصير عندنا الديزيز. A few organisms may live as a surface commensals without invading the tissue. اوكي مثل ما قلنا اكو اكتوباراسايتس. Clinical infection produced by parasites may take many forms, acute, subacute أو chronic. ممكن يصير في شيء اسمه latent اللي هو خاتل، أوكي خاتل يعني لم طلع أعراض ولا شيء أوكي، يسموه latent بس هو موجود داخل الجسم أوكي، أو recurrent. recurrent هم تعريفه يختلف، مرتين كل 6 أشهر، 3 مرات كل سنة حسب الباثوجين أو حسب الديزيز. فالواحد يجي يقول لك كل ما يعني كل فترة يرجع ينصاب نفس الديزيز، هاي يسموها recurrent disease. اوكي pathogenic mechanism which can occur in parasitic infection are lytic necrosis اللي هي مثلا من اسمها انتاميبيا اميبيا هيستوليتيكا، هيستو يعني نسيج، lytic تسوي lysis تفلش هذا النسيج اوكي، فهي تفرز انزيمز ماشي، فتؤدي لنا الى lytic necrosis. وهذا الاميبيا مثل ما قلت لكم تسوي dysentery اوكي، تبدي تقتل الانتيروسايت فيصير عندنا بليدنج، وهذا البليدنج ممكن يطلع لنا ك يسوي لنا السرز اوكي، السرز تعرفون يعني شو اسمه فد انتربشن بالكونتينيوتي مال الابيثيليوم يعني حفره اوكي، فيصير يسوي لنا بليدنج ويطلع لنا كدايزنتري اوكي. فالليتيك نكروسيس. النوع الثاني هو التروما. تروما مباشره تضرب الهوك وورمز مثلا عندك بالجيجينال ميوكوزا، هاي هي هوك مثل هوك بها خطافات بها مثل بسامير اوكي، تبدي تضرب تحفر وتسوي لنا تروماتيك انجري اوكي، وتسوي لنا بليدنج. الارجيك مانيفستيشن اللي مثل ما قلنا تصير مثل الحساسيه يعني ماشي. فالاسكارز ممكن انه تسوي نيمونيا. شلون تسوي نيمونيا؟ الاسكارز راح تجذب يوزينوفيلز اوكي، اليوزينوفيلز وهذا الاميون سيستم راح يسوي فد حساسيه بالمكان ويسوي لنا اعراض النيمونيا اللي هي ذات الرأي، يجيك فيفر، يجيك كاف، يجيك كونسوليديشن من تشوف الاكس راي مالته، بس هو عنده اسكار، تفحص الدم مالته تلقى اليوزينوفيلز معلقه فيسموه يوزينوفيلك نيموني، او انافيلاتيك شوك اللي حكينا عنها بالرابتشر مال هذا السيست. فيزيكال اوبستراكشن، مرات الراوند وورم او التاب وورم شفتوها شلون حجمها كبير، مرات تسوي كتله تسوي لنا انتستانال اوبستراكشن تسد الانتستن اوكي. البلازموديوم فالسيبارام اللي هو هذا اسوأ نوع من انواع الملاريا، هذا ممكن يسد تتجمع وتسد الكابيلاريز،
تسوي لنا يعني حاله حال تسوي لنا اسكيميا، اوكي تسد مكان ممكن تسوي لنا جلطه، فشي اسمه سيربرال ملاريا، اوكي جلطه بسبب انه الملاريا سدت كابلاري. انفلاماتوري رياكشن اللي هي يعني تسوي التهاب في مكان معين، مثلا عندنا الليمفاديناتس بالفيلارياسيس اللي هو داء الفيل مثل ما قلت لكم، يسوي يسد الليمف سيستم مالتنا، اوكي فيسوي انتفاخ بالمكان، تعرفون انتم المي الزايد يرجع عن طريق الليمف، هذا من ينسد راح يسوي لنا انتفاخ، يسوي لنا اوديمال. اوكي مرات يورينري بلادر جرانيولوما، جرانيولوما معناها يعني فد مصطلح يطلق على فد يعني سبيشيز قاعده جوا ومحوطتها سيلز هوايه، اوكي محاطتها مايكروفيج، محاطتها دبليو بي سي، محاطتها فايبروبلاست، يسموها جرانيولوما، تصير بالتي بي، تصير بالفانجاي، وتصير بالشيستوسوما هيماتوبيوم، اوكي اللي هي موجوده بالبلادر. ماشي، ونيوبليجيا قلنا انه الشيستوسوما هيماتوبيوم ممكن تحول الى بلادر كانسر. وطبعا اكو فد يعني الليفر فلاكس اللي هي الديدان اللي تصيب الليفر، مثلا الكلوناركس مرات تسوي لنا بايل داكت كارسينوما، اللي هو هذا اصلا فد مرض كلش نادر لكن بسبب هاي الفلاكس ممكن تصير. اوكي طيب The prevention measures of the parasitic disease controlling the source of infection. طبعا انت لازم الريزرفوار والكاريرز تسيطر عليهم. Intervention of the route of transmissions. لازم انت عندك elimination بال vectors و intermediate host، ولازم انت عندك good sewage system يعني المجاري مالتك نظام مجاري زين عن متصير تصريف و good water sources. Protecting the susceptible host اللي هو عن طريق ال personal hygiene, changing bad eating habits و taking medicine، لازم تعالج. اوكي مثلا الاشخاص اللي هم susceptible اللي هم مثلا عندهم immune suppression ياخذون ستيرويد، لازم مكانهم دائما نظيف، ماكو ازدحام حولهم، good water supply تحميهم هذول. اوكي زين اللاب دايجنوزيس شلون راح نشخص الباراسيتيك ديزيز؟ مايكروسكوبي، لان قلنا انه نشوفه مباشره تحت المجهر كلتشر، مرات العدد يكون صغير كلش بحيث ما ينشاف تحت المجهر، فنحتاج انه نزرع هاي الباراسايت على مود ننميها، وراح نشوفها تحت المجهر ونثبت وجودها. سيرولوجيكال تيست، ندور على انتيجين خاصه بهاي الباراسايت، او ندور على انتيبودي ضد هاي الباراسايت. سكين تيست، مرات انه احنا نجي مثلا نضرب فد انتيجين معين تحت الجلد ونشوف انه الجسم ده يستجيب له لو لا، معناها انه الجسم اكو بداخل هذا الانفكشن. موليكيولار ميثود اللي هو البي سي ار. ورابعه الانيمال انوكيليشن، هذا شويه غريب يعني، هاي انه يجيبون فاره او مثلا انيمال بيجز الهامسترات الصغيره ويضربون بيها فد دم من شخص مصاب بهذا المرض، عم تشوفون هذا الانيمال يصير به هذا المرض لو لا. الزينو دايجنوسيس هذا ايضا غريب، مثلا واحد عنده ملاريا او واحد عنده سليبنج سيكنس، اوكي يجيبون التسيتسي فلاي او يجيبون الموسكيتوز ويقعدوها تخلوها تقرص هذا البيشنت. اوكي فمن يقرص هذا البيشنت وراها يجون يفحصون الاليمنتري تراكت مالته، يشوفون انه تكونت اللارفا بداخلها لو لا، لان تصير اكبر حجمها. اوكي فيسموه زينو دايجنوسيس. ايمجينج اكيد اذا نان سبيسيفيك، الهيداتسيس ممكن تطلع بالاشعه بالسي تي. اوكي والهيماتولوجي، انت اكيد الهيماتولوجي يعني كلش مهم، مثلا الملاريا راح يطلع لك ب مثلا قلان الار بي سي من ورا الهيموليسيس اللي دا يصير، وزايد الريتيكولوسايت، اكو فد ريسبونس الدبليو بي سي او اليوزينوفيل صاعده وهكذا. اوكي فهذا هيماتولوجي، هذا نان سبيسيفيك يعني. طيب فالمايكروسكوبي لازم ناخذ طبعا ابروبريت كلينيكال سبيسيمين، انت لازم تعرف ايش تاخذ، ايش تدز للفحص. اوكي مثل ما شرحنا. طيب كينجدوم انيميليا قلنا انه بروتوزوان اللي يوني سيلولار او ميتازوان اللي هنا مالتي سيلولار، ذن فهمناه. بالنسبه للهيلمنتس او الباراسايت يعني او الميتوزوا، ميتوزوا راح تنقسم الى قسمين، قلنا انثروبودا اللي هن الحشرات، والهيلمنس. الهيلمنس راح تنقسم
الى شوف هنا شباب، هنا ديفيجن، اوكي، هنا فايلم. الفايلم ممكن ينقسم الى قسمين، بلاتي هيلمنتس، نيماتود. نيماتود معناها راوند وورم، يعني تصير من تقصها هيجي تطلع لك دائره، اوكي، من تقصها هيج تطلع دائره. الاناليدا اللي هي تكون هذا الحلقيه، تكون عبالك شلون هم 44 حلقه متشلبه بحلقه الى ان صارها طولها، اوكي. زين، هذني لازم تنحفظ، هذني الثلاثه خصوصا اهم شيء، اوكي. نيماتودا اللي هي الراوند وورمز، راح نجي نشوف انواعها. التريماتودا اللي يسموها فلاكس، تريماتودا مثل الشيستوسوما، تكون فلاكس، تكون يعني هي مسطحه، بلاتي معناها مسطح، بس شنو، تكون على شكل مثل الورقه، اوكي، مثل ورقه الشجره يعني، هيك قطعه مسطحه، اوكي. على عكس السيستودا، السيستودا تكون على شكل شريط، شلون شفناها شريطيه هيك يعني مسطحه بس طويله، اوكي، هاي يسموها سيستودا. هذا اللي لازم ينحفظون يا شباب، كلش مهمه. زين، فهذا اللي النوتس اللي صراحه يعني هي مراجعه لما انقال، اوكي. زين، النوب ويا مصطلحات الادلتس اللي هو سكشوالي ريبرودكتيف لايف سايكل ستيج، اللارفا اللي هو اليرقه اللي يعني بعدها ما كامل ديفلوبمنتال او اسكشوال ريبرودكتيف لايف سايكل ستيج، الاكس هي البيوض، اوكي، هي بروتكتيف اوف زايجوت للامبريو اللي قاعد جوا. السيست يا شباب مثل الهايداتد سيست، السيست هي مو مثل الايج، السيست هي لارفا محوطه نفسها بكبسول من الليفر نفسه، اوكي، هاي يسموه سيست، ماشي، يعني هي تجي تقعد تحفر لنفسها مثل الكهف، يعني شلون الكهف، الكهف هو السطح مالته هو نفس يعني الحجار مال الجبل، اوكي، فهو هذا السيست، يعني هي تحفر نفسها كابسوليت، تسوي نفسها كابسول من التشيو، اوكي. زين، المونيشيوس او يسموها الهرمافروديتيك اللي هو بوث سكس ان وان بودي، يسموها خنثيه، اوكي، خنثيه، اكو يعني مو ذكر وانثى، هي نفس الدوده الورم يكون هي ذكر وهي انثى، اوكي، فتلقح نفسها بنفسها، اوكي. دايشيس على العكس هي سكس سيبريتد، اكو ميل واكو فيميل، اوكي. زين، بارثينو جينيسيس هو ability to produce offspring without fertilization، هاي يسموها عذريه، اوكي، عذريه يعني هي ما تحتاج ذكر وانثى، هي يعني كائن واحد ويتكاثر، اوكي، بس يعني يطلع ايجز، يعني مو ينفصل نفس البكتيريا، اوكي، فهاي يسموه بارثينو جينيسيس. طيب، اوفي بارس وفافي بارس، اوفي بارس معناها تقدر تسوي ايجز، تطلع الامبريو مالتها على شكل ايج، اوكي، زين، اللي هي يعني بيوضه. فافي بارس معناها ولوده، اللي هي يعني تطلع لاربا، تطلع ما تطلع ايج، اوكي. زين، طبعا هذا هو مثل الكويز، انه give one example other than what was mentioned in the lecture for each of the following. اولا facultative parasites، facultative parasites قلنا اللي هي عندها free living وممكن في ظروف معينه تطوب الى الهوست وتشتغل كباراسايت، اللي هي strangulates stercoralis، اوكي، اللي هي هاي، شوفوا يا شباب هذا السي دي سي على السترنجلويس كورالس، ستيرو كوراليس العفو، شوفوا عندها فري ليفنج سايكل، اوكي، فري ليفنج سايكل ما تحتاج هوست، وممكن ممكن ممكن بها باراستيك سايكل اللي تطب بها للهيومن او للدوغ وتفتر، اوكي، تعيش نفس الدوره يعني. طيب، فري ليفنج باراسايتس اللي قلنا هي ما تحتاج اي هوست، اوكي، لكن اكسيدنتالي مرات الطوب اللي هو الاكانثو ميبيا سب سبيشيز، الراتك باراسايتس، انتاميبيا اللي هيستوليتيكا اللي هي لازم موجوده بالجي اي تيوب بالانتستين، ممكن تطلع للليفر وتسوي لنا ليفر ابسس وما الى ذلك، فهاي يكون الراتك قاعده بغير مكانها. انترميديت هوست مثل السنيلز من السبيشيز بولايناس اللي هو الانترميديت هوست بالشيستوسوما هيماتوبيوم، والديفينيتيف هوست اللي هو الانوفيلس او الموسكيتوز اسمها انوفيلس اللي هن بقايات اللي هي الديفينيتيف هوست للبلازموديوم سب سبيشيز. اوكي يا شباب، لهنا نكون وصلنا لنهايه المحاضره، اتمنى تكون استفادتوا، مع السلامه.